الدورة السابعة، مهارات التطوير المهني. الدرس الرابع. تعتبر الخطبة من أفضل الوسائل وأكثرها شيوعاً في الدعوة إلى الإسلام، فإن الخطاب المسموع أقوى أثراً من الكلام المكتوب، وذلك كونه مفعماً بالحيوية والمشاعر. وعندما يتم تكليف الداعية بخطاب عام كإلقاء خطبة أو كلمة، فحينها يتعين عليه الالتزام بإرشادات دينية ومنطقية معينة، ومن أبرزها ما يلي: أولاً، اختيار الموضوع. يجب أن يكون الموضوع المختار مرتبطاً وجذاباً، وأن يكون مدروساً ومحضراً له بشكل جيد، ومعداً بشكل منهجي ومتكامل، ومقدماً بأسلوب منطقي عن طريق تقديم المحاور والأفكار الرئيسة للموضوع حتى الوصول إلى الخاتمة. ثانياً، أسلوب الدعوة. ينبغي على الداعية أن يشعر جمهوره بأكمله بالترابط، بأن يقدم لهم الدروس بحكمة، ومن السمات البارزة للمحاضرة الجيدة أن تلامس مشاعر الجمهور وتخاطب أفكارهم وأرواحهم، فإن عقول السامعين تستجيب للحق حينما يقدم الداعية الحجج المنطقية التي تقنعهم، وتتحرك عواطفهم عند استماعهم إلى الحق الذي يشتمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبتهج أرواحهم بمعرفة جزيل ثواب الله لعباده المؤمنين. ثالثاً، التحضير الجيد. يجب على الداعية أن يتوكل على الله وأن يأخذ بالأسباب، بأن يحضر ويستعد جيداً لما يريد تقديمه من خطب أو دروس، فذلك يساهم في رفع ثقته بنفسه. قال الله تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. رابعاً، ضرب الأمثال والتشابهات. يعتبر ضرب الأمثال وسيلة مشوقة وفعالة تساعد في فهم الناس للمسائل وتسهل حفظها عليهم، وقد استخدم الله عز وجل هذه الوسيلة في كتابه. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. خامساً، اختيار الوقت المناسب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. رواه البخاري. ويجب التنويه إلى أن لكل فئة من الناس قدرة معينة على التركيز، فتركيز الأطفال يقتصر على 20 دقيقة، بينما يتململ البالغون من طول الحديث إن كانوا في عجلة من أمرهم. سادساً، الإيجاز والبلاغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا. رواه مسلم. ومع الأسف نرى كثيراً من الخطباء يطيلون في إلقاء الخطب بحسن نية، ولكن ذلك يؤدي إلى ملل الناس وشرود ذهنهم. سابعاً، الوضوح والتكرار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. رواه البخاري.